أهلا بكم من جديد إلى نشرة الرابعة. قال الداعية يوسف القرضاوي إن منصب شيخ الأزهر الذي يتولاه الدكتور أحمد الطيب والمناصب القريبة منه الآن مغتصبة بقوة السلاح لحساب ما أسمها بقوى الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي، مضيفا بعد تقديم استقالته من هيئة كبار العلماء في الأزهر أنه بهذه الاستقالة يجنب أتباع شيخ الأزهر وأتباع الحكومة الطاغية على حد وصفه عناء تقديم طلبات لإقالته من الهيئة. لتحقيق الأفكار. معي الآن من القاهرة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر. أهلا بك دكتور معنا في نشرة الرابعة. بداية، كيف تعلق على ما قال القرضاوي بعد أن استقال؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حض عباده على مكارم الأخلاق، والصلاة والسلام على من اتصف بمكارم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، سيدنا محمد وآله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. وبعد، فبادئ ذي بدء، معلوم أن الإسلام دين الله رب العالمين للعالمين من جهة الوسائل والمقاصد لتحقيق مكارم الأخلاق. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لمكارم الأخلاق. فمن هنا لو عرضنا الألفاظ الطائشة والكلمات التي لا يليق لمن ينسب إلى العلم أن يتفوه بها، لأنه يقرأ ويقرئ ويعلم ويعلم أن الله سبحانه وتعالى نهى عباده في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. والله تعالى قال في قرآنه العظيم: هماز مشاء بنميم، وقال: ويل لكل همزة لمزة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذا في وصايا عديدة الشاهد فيها أمسك عليك لسانك، قال: وإن مؤاخذنا لما نتكلم به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقالة العرب: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فمن هذا كل نعلم أن ما انحضر إليه القرضاوي الذي كان أزهريا وكان مصريا لا يليق به إطلاقا أن يكون جاحدا لهذه المؤسسة التي لولاها ما وصل إلى ما هو فيه من ثراء بازخ، ولكنه تنكر لأزهره وتنكر لبلده، وارتضى لنفسه أن يكون تابعا لجماعة إرهابية وليس تابعا لوسطية الإسلام. والعالم الحق والداعية الصدق يكون متبوعا لا تابعا. إنني لا أريد أن أخاصم الشعب القطري لأننا نحبه، ولكن نقول من باب عتاب المحبين لأحبائنا في قطر: لا تكن الدوحة الحبيبة ملاذا للمنفلتين والإرهابيين، وكفى أن عاصم عبد الماجد فر إليها. فأرجو ألا تكون الدوحة الحبيبة التي نحترم شعبها وحكامها ملاذا لأمثال هؤلاء. ولا أخفيكم سرا أننا صبرنا كثيرا، ولكن للصبر كما يقال حدود. فنحن عندنا في القاهرة المساجد الكبيرة، من الممكن أن نفتح فيها ملفات شائكة تعود بالسلبية على إخواننا في قطر. فإن لم يسكتوا هذا الرجل وأمثاله من الإرهابيين سنفتح ملفات شائكة، وعندئذ لن يلومنا أحد. إن القرضاوي كان يأتي إلى مصر، وكان الدكتور الإمام الراحل طنطاوي والإمام الحالي الدكتور الطيب حفظه الله
كان يحميانه من أمن الدولة من التوقيف في مطار القاهرة، وطوال إقامته بالقاهرة بمصر في أجازاته كانت الحماية من شيوخ الأزهر. الأزهر الذي يتنكر إليه القرضاوي، لماذا حرص على أن يعتلي منبره في زمن سنة الإخوان السوداء؟ لماذا سعى بكل جهد لهيئة كبار العلماء لاقتناص مشيخة الأزهر كما وعده بها الإخوان؟ هذا الرجل ما كنا نريد له وهو على أعتاب القبر أن تكون هذه خاتمته، أن يتفوه بالبزاءات وأن يستعد الناس على خير أجناد الأرض. فالحمد لله الذي عافانا منه. وأنا أطالب وزير الداخلية المصري بسحب الجنسية المصرية منه فورا، وأطالب الجهات ذات العلاقة بأنها تجمد نشاط ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو لا يمثل علماء المسلمين، مجموعة وعاظ إخوانيين، مجموعة دعاء إخوانيين، مجموعة مدرسين، القلة القليلة بالكاد تعد على الأصابع يعني من العلماء، لكن خدما لجماعة الإخوان وليسوا في صالح صحيح الإسلام. يعني أفهم من كلامك دكتور بأنك تعتبر القرضاوي شخصية إرهابية؟ بلا شك، لأنه تابع لجماعة إرهابية. هل جماعة الإخوان أولا مارست العنف الفكري وتمارس العنف المسلح، ثم إن القرضاوي نفسه لما نقض كتاب معالم في الطريق اللي هو دستور الإخوان، هو نفسه كفر سيد قطب. يعني القرضاوي سبحان الله إنسان غريب، يعني عجيب ومتلون. في منذ سنوات قال بالنص على سيد قطب في كتابه معالم في الطريق، هذا رجل شاذ خرج عن أهل السنة والجماعة لأنه حكم على المجتمعات المسلمة بالجاهلية ودعا إلى قلب أنظمة الحكم بالقوة المسلحة. جماعة الإخوان معروفة أنها تمارس العنف الفكري والعنف المسلح، وهو منظر لها. أتى إلى ميدان التحرير بعد نجاح ثورة الشباب الطاهر في 25 يناير، والإخوان لم يصنعوا الثورة، بل أنهم كانوا في اتفاق مع نظام مبارك في توريث الحكم، وكانوا في عمالة مع أمن الدولة لمقاعد مجلس النواب، وهذا ثابت وموثق. وأتى إلى ميدان التحرير كما الخميني، يعني تقمص دور الخميني في الانقلاب الإيراني على الشاه أو الثورة على الشاه، أيا كانت المسمى لا يعنينا هذا، ولكن أراد أن يكون خميني الإخوان وخميني المسلمين وخميني العرب وخميني مصر، ووقف في ميدان التحرير أراد أن يدلس على الناس أن الثورة صنعها الإخوان، وهو يعلم يقينا أن الإخوان هم أعدى أعداء الثورة، وأنهم انتهازيون فاشيون نازيون. لا يحبون مصر. أنا أريد منك دكتور، نعم وصلت الفكرة، تحدثت عن ملفات شائكة جدا ومعلومات كبيرة لا تريدون الكشف عنها الآن، لكن نريد أن نعرف ولو معلومات بسيطة عن ذلك إذا أمكن وباختصار، حجم هذه الملفات الشائكة التي تملكونها. طيب أنا استجابة لك مع تقدير الأول لآل ثاني، هم عرب أحرار أشراف. طيب. نحمل لهم الحب من على الأزهر الشريف. طيب. أنا سأقول للقرضاوي، أنت تتحدث في الدوحة عن الشرعية، طيب لماذا لما الشيخ حمد مع التقدير والتوقير له أطاح بأبيه الشيخ خليفة؟ هل غابت الشرعية أنا أعتذر منك، انتهى وقتي معك. وصل تساؤلك، أنا آسفة، انتهى وقتي معك للأسف، ما كنت عارفة أن الوقت هلقد قصير. شكرا لك. من القاهرة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر، وصلت فكرتك.